النظام الجبائي الحالي أبعد من أن يستجيب إلى متطلبات الإنصاف، انطلاقاً من أن العبء الجبائي يتميز بسوء توزيعه بين مختلف الأعوان الاقتصادية بناءً على قدراتهم التساهمية. وفي هذا الصدد فإن خير مثل على ذلك يتجلى بكل وضوح من خلال الجباية على الدخل التي ترتكز أساساً على مداخيل الأجور، في حين أن مساهمة الفئات الأخرى لا تزال ضعيفة بصفة غير عادية. إن الاقتصاد الموازي على الرغم من كل الجهود المبذولة من طرف السلطات العمومية لتسهيل إدماجه لا يزال ينشط خارج القواعد القانونية. بعض الأشخاص يحققون مداخيل هائلة ويكونون ثروات معتبرة دون أي مساهمة منهم، أو أنهم يدفعون أدنى حد من الضرائب التي تقل بكثير عما يحققونه من دخل وما يملكونه من رؤوس أموال، مما يعطي بالتالي شعوراً بعدم المساواة داخل المجتمع، وتلكم ظاهرة سلبية يجب أن يوضع لها حد.